في أحلى ما فيه كريم، 25 سنة، أناليست أون فينانس. شاركت معنا على خاطر قلقت من ستيل فيستيمونتير متاعها واللي يتلخص في حوايج سبور وإلا جينات. وبتبيع الحل باش تلقاه في الشواء والكونسي اللي نلقاهم في فاس فاس لادغيس مود و تندانس في اللاكدو. مع هذه ريم لا لا مورفولوجي ان ا ونتصوركم وليتو تنجموا تفرقوا وتعرفوا سورتو لي مورفولوجي. دونك المورفولوجي ان ا وقت اللي يبداو الاكتاف افين من البارتي انفيريور دو كور اللي هما لي هانش، واللي يقولوا لها زاده لا مورفولوجي بيراميد هرم على شكل مثلث. دونك لي هانش عرض من البارتي سوبيريور دو كور. الحاجات اللي يلزمنا نلبسوهم وشنو ما الحاجات اللي نختاروهم وقت اللي تبدا المورفولوجي بتاعنا او ا. حاجه يلزمنا نعرفوها اللي يلزمنا نركزوا على البارتي سوبيريور دو كور من لي هانش واحنا طالعين. نختاروا الوان فلاشي، نختاروا حاجات امبريمي، نختاروا دي شوميز ولا دي شوميزي ولا دي او دي توب فيهم برشا فوليوم هكاكا اون ريكيليبر لا سيلويت. هو لوبجيكتيف اون ريكيليبر لا سيلويت باش تولي سيلويت ايكيليبري. في البارتي انفيريور دو كور العكس، معناتها نبعدوا على الالوان، نبعدوا على الفوليوم، نبعدوا على اي حاجه تجبد النظر للبارتي انفيريور دو كور. معناتها نختاروا دي بونتالون لي كولور نتاعهم سومبر، دي بونتالون الكوب نتاعهم تبدا دوات والا جوب زيده هكاكا كيف كيف اون ريكيليبر لا سيلويت. بعد ما فهمت ريم المورفولوجي نتاعها لازمها تكسر حاجه الخوف والا مشكل لابيتود، وتجرب تقيس حاجات جدد في فاس فاس أغلبهم عمرها ما لبستهم. ولازم نجربوا ونقيسوا ونشوفوا باش نحكموا إذا الحاجة تواتينا وإلا لا. ونحكيوا لهنا ماتيير كولور وستيل، وهذا الكل متوفر في فاس فاس. وممكن زيادة هذا اللي باش يزيد يصعب على ريم لشوا، هذاك علاش باش تختار هي وحدها اللبسة الأولى والاثنين الأخرين باش نختاروهم مع فاس فاس باش تشوف ريم الفرق. ما توقعنا من بوتيك فاس فاس كاملة اختارت ريم تي شورت وجين وما خرجتش بالكل من اليونيفير متاعها. En général mon style ياسر كلاسيك، معناتها ديما des espadrilles jean ولا un pantalon simple ou un t-shirt simple ولا un pull simple. اخترت لوك هذا على خاطر لوك يشبه لي عن جين وان تي شورت كيما مستنسة نلبس كل يوم. اللوك لوليني واللي اختارت توريم كيما شفتوا ما بعدتش على ستيل متاحة، اختارت ان جين كولور متاعو بلو بيترول، كوب متاعو كاروت تاي اوت، كولور نتاعو صومبر ما تقلقش مع المورفولوجي ان ا، ومن الفوق اختارت ان تي شيرت بلون الكولور نتاعو كلير. دونك فما ان اكيليبر بين لا بارتي انفيريور ولا بارتي سوبيريور دو كور. اما مشكلتي اللي هي ما بعتتش جمله على ستيلها، دونك قعدت في زون دو كونفور نتاعها. فاس هربنا بريم برشا من الوانها ومن لي ماتيير اللي مستنسه بيهم، واخترنا لها اون تونو ما عندها حتى علاقه بستيل فيستيمونتير نتاعها. التونو ياسر بدلتها وحلتها. لوك ثاني الحق عجبني، مي الحق ما نصورش روحي كان جيت ندور وحدي في البوتيك نختار روحي. مي توا كي نشوف لاسوسياسيون نتاع البلازير سون مانش والبنطلون ياسر ظهروا لي محلاهم مع بعضهم. اللون الفير فلاشي نتاع السروال ما نصورش روحي كنت نختاره روحي، وكيف كيف البلازير سون مانش عمري في حياتي ما شريت ان بلازير.
لوك ثاني اللي كيف فاس فاس اختاروا ريم ان بونتالون لارج كولور نتاعو فير ومعاه ان بلازير سان مانش سانتوري كروزي ايديال بور لا مورفولوجي اون ا لي كولور ياسر مزيانين مع بعضهم وحسيتو لوك تنجم تمشي تخدم بيه دونك دو بريفيرونس ديما نختاروا دي تنو كلاس شيك و او ميم طون يمشيو مع مورا. حبينا نشوفو ريم في ستيل اخر زادا، هذاك علاش اخترنا لها اون روب فاس فاس تشبه للبيرسوناليتي متاعها، كالم وجوفيال وفي نفس الوقت ياسر توندونس. كيف كيف اللوك هذا ما نتصورش روحي نختاره لينا على خاطر روبا قصيره شويه وانا جينيرالمون نحب لبسه اللي تغطي شويه الساقين، اما كي نغزر لها هكا بالحق محلاها تيسيو فلويد واللون الابيض ياسر يمشي مع الصيف كولور استيفال وكل شيء دونك ما فيها بس كي نخرج شويه من زون دو كونفور نتاعي ونجرب. فلوك ثالث ريم لبست اون روب بلانش الكوب نتاعها امبير ابرودري انجليز وانا بيرسونيلمون ياسر يعجبني لو ستيل دو روب ابرودري انجليز على خاطرو على فوا فيمينان و اون ميم طون رومانتيك نجمو نلبسو كيف ما نحبو افيك دي تونك دي صندال دي بالرين نجمو نمشيو نخدمو بيه زاده مي لا كوب امبير يزيدنا نعرفو اللي هي ايديال بور لا مورفولوجي اون اش والا لا مورفولوجي في دونك ويتيت ريم مي جوري بريفيري روبا اخرى. كيف مع كل كانديدات في أحلى ما فيك باش نعديو نهار كامل في سنتر باي حافظ واحد من أحسن لي سنتر دو بوتي في العاصمة والمهم اليوم باش تكون تحدي كبير على خاطر ريم رافضة رفض تام تبدل من لون شعرها من خوفها عليه لكن مع حافظ لو بروفيسيونيل دو شوفو اللي خبرته كبيرة واللي صنع اسم كبير زادا بعد خدمة وإتقان متاع سنين باش نشوفو إذا ريم تبدل رأيها. عمري ما عملت صبيغة في شعري قاعدة نعرف دي تريتمون كيما كيراتين بروتيين كل شاك سي موا مي سينو كولور عمري ما بدلت كولور نتاع شعري. ريم في مخها اللي لماش باش يكبروها في العمر هذيك علاش ما تحبش لماش انا اليوم متاكده عند حافظ كيفاش تمشي ويعمل لها بالياج ولا يعملها امبغي ولا ما نعرفش شنو باش يعملها خاطر عندي ثقه فيه دونك باش تبدل رايها وباش يخرج لها لون ياسر مزيان. اليوم كي جيت الحافظ نحب نخرج شويه من زون دو كونفور نتاعي نحب نعمل ان تي شانجمون حاجه تبدا هكا توندونس وكل شيء حاجه كي مغسومبل زاده مش ان شانجمون راديكال مي هكا ان تي شانجمون اون بلوس تواسيف وكل شيء حاجه هكا باهي للسيزون كي شونج ان بو وحكيت مع حافظ وفسر لي شنو باش يعمل لي و جو لي في كونفيونس باش يخرج لي حاجه مزيانه ان شاء الله. إتاب الدياجنوستيك والكلام مع كل مرأة باش يسمعها يفهمها ويعرف لي بزوان متاحها هما أساس خدمة حافظ وعليهم يبني اللي باش يعملوا وزيد الإكسبيريونس متاعه واسمه يخليه الثقة هي أساس التعامل معاه. اليوم جيت بحدنا ريم شعرها ناتوريل 100% تحب تعمل شانجمون خفيف عندها شوية خوف طمنتها عرفت كيفاش نخوها قلت لها انا نعرف كيفاش تخدم الشعر بالكدا وما نركوهوش عملنا لها حاجه في التوندونس تمشي مع عمرها وميم طون ما تاكلش الشعر. قبل ما تبدا ريم في تبديل لون وكاليتي شعرها باش تلقى ان كادو سبيسيال يستنى فيها في سنتر باي حافظ لو لاش ليفت اللي يتسمى زيدا ليفتينغ دي سيل وهو عباره على تكنيك كي غوكور بالشفره. اللاش ليفت يخلي شوافر ظاهرين اكثر لو ريغار يتحل اكثر والعينين تزيد تزيان. الناس اللي ما يحبوش السيلاسيل ويخيروا حاجه ناتوريل اكثر لو لاش ليفت هو الحل وهكا العينين والشوافر يظهروا مزيانين حتى بلاش ماسكارا.
واللي فيه هذا يدوم من 3 لـ6 جمعات كاملين. تويست كريم تحب على حاجة خفيفة، قررت باش نعملها أومبري على الكراميل. للأومبري متاعي استعملت آيس لاين فيتاليتيز. وباش نخرجوا ريم كولور مزيانة تفرح بها وتعجبها، حافظ استعمل لابودر ديكولورانت آيس لاين اللي كيما تعرفوا توصل تفتح حتى 9 طن. آيس لاين هي اون بودر ديكولورانت ديستيني ا توت تكنيك دو ديكولوراسيون. التكستور نتاعها كريموز و إلا أسيغ اون ديكولوراسيون يونيفورم. آيس لاين من فيتاليتيز هي لا سوليوشن بروفيسيونيل اللي تضمن ريزولتا فيابل و بيرفورمان. ساهل برشا في التخليط، آيس لاين يشد بالقدا في الشعر، لا يسيل لا يتنفخ، وهكا يشد في لي بوندلات والشعر ما يبقاش. آيس لاين فيه زادة أفانتاج كبير برشا، واللي هو ريحته لاغريابل، اللي تخلي لابليكاسيون وقت أغريابل للحافظ والريم. وقتاش الديكولوراسيون تكون ناجحة 1000%، وقت اللي يكون عنا برودوي بروفيسيونيل كيف آيس لاين، والابليكاسيون تصير على يدين ان غران بروفيسيونيل كيف حافظ. أنا التكنيك متاعي بعد كل كولوراسيون نعمل سوان كابيلير، واللي هو حاجة مهمة على الاخر بعد الكولوراسيون. ننصح أي مرأة تصبغ شعرها تعمل سوان كابيلير بعد كولوراسيون بالوقت. اليوم استعملت لاجام تخيلوجي من فيتاليتيز باش تحافظ على شعرها وتعطيني بيونس. تخيلوجي هو ان سوان دو بوتي اكسيبسيونيل توروه لي لابوراتوار فيتاليتيز. وكيف لي برودوي فيتاليتيز الكل، لاجام تخيلوجي ما فيهاش بارابين ولا سلفات، باش الناس الكل ينجموا يستعملوه، حتى اللي عندهم سنسيبيليتي كوتاني. لو سوان اللي باش يعملو حافظ الريم اليوم هو لو ماسك ديفان، فيلوزوفي جديدة في لي ماسك بور شوفو، يغذي الشعر ان بروفوندور ويعطيها دو كور. الفورمول بوغي تاع الماسك ديفان تخلي لو برودوي ياسر افيكاس، حتى في دوز صغيرة برشا، ومنصوح بيه للشعر الخشين والابيمي. لو ماسك ديفان يتخلط مع الفلويد ميراكل من تخيلوجي زادا، واللي هو فلويد انتنسيفيان يغذي الشعر المقصف ويعمل امبليفيكاسيون للاكسيون نوريسانت متاع الماسك ديفان. الميلانج متاع الماسك ديفان والفلويد ميراكل باش يخلي شعر ريم دو وبريان، وفي نفس الوقت مغذي مليح من الغسيل للبوانت. لو كاسك فابور في سنتر باي حافظ يزيد من الافيكاسيتي متاع سوان تريلوجي اللي هو اساسا افيكاس برشا. بعد سوان كابيلير عملت الرنساج باش نخرج اللون اللي حاجتي بيه. استعملت شاين تون من فيتاليتيز. للغنساج وباش نخليو شعر الكانديدات نتاعنا يلمع، حافظ استعمل الريم شاين تون. Il est idéal pour les cheveux sensibilisés ou nage mousada nestamnou pour rectifier les reflets indésirables. Shine Tone هو la coloration Vitalitiz temps sur temps en crème gel et le pH نتاعها acide. تعطينا nuance mèche ou elle la balayage من غير ما البز ناتوريل نتاع الشعر تتبدل. Shine Tone فيها une infinité نتاع des couleurs pastel. يعمل زيادة ان سوان جلوس يلمع حتى الشعر الناتوريل. مع شاين تون شعر ريم باش يتبدل لونه باللي نيونس اللي حب عليهم حافظ، وزيد ان بلوس باش يولي ليس وبريان. كمل قاسيت في البوانت شوية على خاطر ريم تحب شعرها طويل. هيا ريم شوف شعرها مع بعضنا. هيا واو واو، حابين نستحضرك على الفون ناتوريل نتاعك؟ لا بالحق واو، معناتها جو ماتوندي لبرشا حاجات مي با سا. حاجة على الكراميل في والله جي بلو لي مو والله. ما اي انت خفت منه من الاول؟ معناتها قد ما من الاول جافي ما كنت خايفة على الاخر،
مي بالحق فات لي زاتوند بتاعي برشا زيدا بالحق قد ما نقول لك ميرسي باقي شويه والله والله سانسيرمون ميرسي دو فون دو كور والله ميرسي واو 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 حاجه حلوه على الاخر ما بالحق ما لقيتش الكلام والله مسالش باينه من عينيك فرحتك انت وانا شيخه بيلو تشوفوا هذا راه في الفيلم تاع الشمس بدا يتبدل كومبليتمون ميرسي على قد ما يتقص على قد ما يتبدل الحاجه ما احلى فهمت ميرسي والله ميرسي صح عليك عايشك ديما اول مره يصبغوا شعراتهم يخافوا من الوضع يقول لك باش نتبدل كومبليتمون ومن بعد تشوف روحها اهم حاجه اللي احنا تحفظنا على الباز ناتوريال تاعك مع لون عينيك وحواجبك ما عادش فيك ديجراداسيون حلو ديجا حتى في وسط البلون فما فما فام تاعك مكسر اللون فما انت مش هابط كله كل بلوك وي انت عمرك وحاجه تويتيك على الاخر ميرسي بوكو حافظ عايش صحه مرحبا يعطيك الصحه يا عايشك ميرسي ميرسي